استاذ قحطان انا اعرف سياسي وصل للعراق الداين تكت الطياره الداين 300 دولار. تدري ايش قد يملك الان؟ اكثر من مليار و700 مليون. منو هذا؟ الداين تكت الطياره واجى للعراق. من هو هذا علي؟ من هو؟ بهاء العرجي سامي علي من هذا. بهاء العرجي؟ طبعا هسه مثلا بهاء العرجي. شو بهاء العرجي؟ مو كان يشتغل العمل مو عيب. بس انا مو كان يشتغل بمحل موبايلات؟ يشتغل بمحل موبايلات. ومنين جاب هاي الاموال؟ هذا السؤال منين جابها؟ ولا تقول لي يرزق الله من يشاء بغير حساب، هاي هم خليها على صفحه. زين زين السيد لحظه السيد مقتدى ما يدري بها لحظة كان عنده محل مال موبايلات وعلقت حاله امكانيته محدوده. ليش هو حتى من رادوا يقابوه ويشتكون عليه قال للقضاء لا تاخذه انا اخذه يمي. شرفك شايف لك هيج دوله حرامي عليه ملفات فساد عليه شكاوي ما يسلمه للمحكمه ياخذه يمه بالحنانه واذا عندكم شيء تعالوا اشتكوا يمي. من يروح يمك انت؟ حتى اذا بالفعل بايقني وعندي شيء ما اقدر ما وصل لنا اقول عمي خلاص هاي خليه ما سلمه للقضاء. استاذ قحطان احنا تعرف شنو مشكلتنا؟ هاي المره الثانيه انا اقولها استاذ قحطان ماكو مره عندها رجوله اثنين. ماكو مره شنو؟ عندها رجوله اثنين. اي احنا عندنا كل احنا العراق مو رجوله اثنين. لا هاي هيك صارت مو مره هاي هيك صارت مو مره. زين تريد مجلس القضاء لو تريد المحاكم الخاصه لو تريد اللجنه الاقتصاديه تريد اللجنه الفنيه مال فلان حزب تريد ما اقول لك هذا بهاء العرجي قالهم مقتدى الصدر قالهم ما تودوا للقضاء جيبوه يمي وسجنا يمي بالحنانه وهاي السالفه التيار الصدري صار لازمها من 2010 لحد الان. ليش السيد مو اعتقله وداه يمه؟ زين هسه السيد اعتقله زين ليش سبحان الله اي نائب من عندكم سبحان الله اي ليش اي نائب من عندكم من يصير نائب ورا ما يطلع من يعني ورا ما يطلع من المجلس النيابي يبني له مول مثلا؟ ليش سبحان الله يعني شنو هاي الصدفه الكونيه؟ من هو النائب اللي بنى مول؟ اقول لك ليش هم مو حرقوا المولات من ما قبلوا يقطون وطلع صار دولة ما كانوا نواب.